اه بص يا اخوانا اسمعوا كده، اسمعوا خلينا بس عشان محدش اسمعوا. هنالك سؤال. السلام عليكم ورحمة الله، هل هنالك كتاب شلون؟ هل هنالك كتاب ألف من عالم شيعي في تحريف القرآن؟ اي نعم، هنالك كتاب جدا عظيم، أتمنى تقرونه وتطلعون عليه، كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب ربي الأرباب، كتاب روعة. عطيه، هو المسكين هذا عذبوه وحاربوه ورموه بالجنون وسبوه وشتموه، كتاب روعة. لا وبعدين يكذبون، هذه أذكر هذا ياسر ورطي عنده كذبة مو طبيعية، كذبة من كذبة هيك، يعني جايبها مورطها 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 ويطلقها بالمباشر، موجودة. يقول كتاب تحريف، كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، هو بالحقيقة كان ينفي التحريف. نعلى على غيرتك، نعلى على دينك على الطلعة. لعنة على غيرتك، لعنة على دينك. في تحريف كتاب رب الأرباب، هو بالحقيقة كان ينفي التحريف. نعلى على غيرتك، نعلى على دينك على الطلعة. الله العظيم، ويا صاحبك، ويا صاحبك بهذا الحوض الصغير، ويا خلي يسوي لك مجال، ويا طب براسك شوية، تحتاج مي بارد يصحيك على زمانك. كلاوات كلاوات كذب. الله العظيم، كما قبل أيام كان يكلمني شيخ من النجف، قال هاي بعد هاي أصولي أصولي، والله صدق أصولي أصولي، فنان بالكيفر فرد كذبة. كتاب واضح 500 صفحة، كتاب واضح، كل الكتاب يدل على تحريف القرآن، آيات واستدلالات وكلام ونقل علماء ونقل روايات ونقل آيات قرآنية. يقول لا، هو الكتاب بالحقيقة شلون؟ إيه؟ إنه جابوا كتاب وحطوا عليه اسم هذا صاحب هذا، بس هو بالحقيقة ألف كتاب أصل الخطاب في نفي تحريف كتاب رب الأرباب. كذب كذب، شلون يكذب؟ شلون يفرد كذب؟ يجي يفرد منها عجيب. الله العظيم كذب، الله العظيم كذب كذب. أديكم سمعتوا أنتم؟ لا، هو بيقول لعنة الله عليه وعلى دينه، بيقول على ياسر، يعني بيقول على ياسر لعنة الله عليه وعلى دينه، وبيؤيد كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب، في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وبيقول على ياسر إن هو كذب لما قال إن الكتاب ده لنفي التحريف وليس لإثبات التحريف. يعني هو دلوقتي سبحان الله حلهم بينهم، حلهم بينهم. ولكن يا إخوانا، أنا بعد الفيديو ده، بعد الفيديو ده أقول والله المستعان أن هذا طبعا ده كافر كافر. كل من يتابع أمير القريشي ويأخذ من أمير القريشي وينقل كلام أمير القريشي، ليس على سبيل الرد ولكن ينقل وينشر كلام أمير القريشي، فهو كافر. أنا عندي كل أتباع أمير القريشي كفار خارجين عن الملة، ليسوا بمسلمين. انتقلوا لمرحلة بعد سب الصحابة والطعن في أمهات المؤمنين، قال لهم كده، قال أمير وقناة أمير خبر أو رسالة من المخابرات البريطانية، خش في حلقات تحريف القرآن وخلي أتباعك يقولوا كما تقول بتحريف القرآن، ضاع الإسلام خلاص. ما هو أنت ما بقى ليك إلا تحريف، ما بقى ليك إلا القرآن. طب القرآن محرف، أهو القرآن محرف، ضاع الإسلام. لا، ولا واحد بقى يجي يقول لي أصوم أو أصلي أو أو أو، لما القرآن محرف هتصوم ليه؟ ما يمكن الصيام ده أصلا من ضمن التحريف، يمكن الصلاة دي من ضمن التحريف،
يمكن حرفوا ركعتها، يمكن حرفوا متى نصوم وكيف نصوم، يمكن حرفوا الحج، يمكن أضافوا فيه، يمكن زودوا فيه، يمكن أنقصوا منه، يمكن يمكن يمكن، خلاص. فالله المستعان. فأنا أقول مستعينا بالله، كل من ينقل أي فيديو عن أمير قريش، وبقول بالاسم أمير قريش عندي طبعا كافر، كل من ينقل فيديو أو يسمع كلامه أو أو يأخذ بكلامه وينشره، والله عندي كافر، وكل من يتابعه كافر. بس خلصت القصة.